ترى ايه هو صوت حرف الاي وازاي بنطقه في اول الكلمه او نص الكلمه او حتى اخر الكلمه. كل ده هنتكلم عنه في حلقه النهارده. انا اسمي احمد حسن وانتوا تتفرجوا على قناه Learn Different ودي الحلقه الرابعه من سلسله اسرار القراءه والكتابه والنطق في اللغه الانجليزيه. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن نطق حرف الاي وحرف الاي. انصحك تشوف الحلقات دي، هتلاقيها كلها موجوده على القناه بتاعتنا، كلها في قائمه التشغيل بتحمل نفس اسم السلسله. حرف الاي لو جه هو الفاول الوحيد في الكلمه هيكون نطقه ايه ايه، سواء لو جه في اول الكلمه او في نص الكلمه. فمثلا عندي كلمه زي الكلمه دي نطقها هيكون ايجلو ايجلو. ركز كده معايا، انا قلت ايه؟ انا قلت ايه ايه، ايجلو ايجلو. يبقى حرف الاي هو صوته ايه. كذلك برضو كلمه زي الكلمه دي، والكلمه دي نطقها هو انترنت او انترنت، مش هتفرق تقولها زي، المهم انك انت تبقى عارف ان هي ليها النطق ده والنطق ده، فقلتها ايه انترنت او انترنت ايه بالشكل ده. كذلك برضو لو حرف الاي جه في نص الكلمه هيتنطق برضو ايه، زي الثلاث كلمات اللي ظهروا قدامنا دلوقتي. فالثلاث كلمات دول نطقهم هو lit lit pen pen و mid mid بالشكل ده. احيانا حرف الاي بيجي في اخر الكلمه زي الكلمه دي، او ممكن يكون هو عباره عن كلمه، يعني هو نفسه لوحده كده عباره عن كلمه زي كلمه انا اللي هي بتتنطق اي بالشكل ده. وفي الحالتين دول هيبقى نطقه هو اي اي، فالكلمه دي نطقها هيكون هاي هاي، والكلمه دي هيكون نطقها اي اي بالشكل ده. كذلك برضو لو كان حرف الاي هو اخر حرف منطوق في الكلمه زي الكلمه دي، ساعتها هنطقه اي برضو، فنطق الكلمه دي هيكون برضو هاي هاي، لان الجي اتش لما بيجوا مع بعض بيبقوا سايلنت، يعني مش منطوقين او مش بيتنطقوا. كل الكلام ده في حاله لو حرف الاي جه الفاول الوحيد في الكلمه. اما بقى لو جه معاه فاول تاني ساعتها نطقه بيتغير وصوته بيكون طويل. فمثلا لو جه معاه حرف الاي سواء كانوا جايين ورا بعض او كان بينهم حرف، المهم ان هم موجودين في كلمه واحده، ساعتها نطقهم بيكون اي اي زي الكلمه دي والكلمه دي، فالكلمه دي نطقها هيكون لاين لاين، والكلمه دي هيكون نطقها داي داي بالشكل ده. ولو جه مع حرف الاي حرف الاو فدي بيبقى ليها حالتين، اول حاله انهم يجوا مع بعض في نص الكلمة، وفي الحالة دي هيبقى نطقهم يو يو، بس هتكون خفيفة يعني متقولش يو، لا يو كده زي كلمة lion 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 الشكل ده. اما لو جم في اخر الكلمة فهتكون ساعتها نطقهم يو يو طويلة كده زي كلمة bio 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 بالشكل ده. واخيرا حرف الاي لو جه بعديه حرف الاي ساعتها هتنطقه يا 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 زي كلمة triangle 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 triangle، وزي كلمة diagram 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 بالشكل ده. اتدرب على الكلمات دي كويس، وهات لي امثلة من عندك لكلمات فيها نفس الحروف اللي اتكلمنا عنها في فيديو النهارده. وما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناة علشان تشوف كل الحلقات الجديدة والقديمة، وكمان تابعنا على تيك توك وفيسبوك وانستجرام علشان تشوف حلقات وفيديوهات اكتر، واشوفك في حلقات جايه.